سكندال. تصوروا تهجم عليه قدام الناس وهات يا ضرب وهات يا شتايم ست ايد بوفانتاب وبعدين دمي هرب. انا مش متعود اشوف مناظر مؤذيه بالشكل ده. اسلم عليك يا فيفي نسيتيني اهم حاجه النهارده. ايه تاني؟ الرومبا الجديده اللي هيذيعوها دلوقتي في الراديو. أنعم اليوم برتبة الباشوية على الاقتصاد الكبير أحمد باشا مختار صاحب مصانع مصر الهندسية، وقد تبرع سعادته بهذه المناسبة. دول أنعموا على أوكب الباشوية. برافو. مبروك يا خد البشوية. مبروك لانت المختلف والملك محيط. سنة مشاري ميل مبروك. يا سيسو بي انا اشكركم خالص. شفت بقى اني انا قلت بنار. انا قلت لأوكل المختار باشا لما حخطب سناء حشوف الشانس العجيب اللي حيجي لك. هو عوكل فين عشان نبارك له؟ نزل راح المصنع. في المصنع؟ أيوة. ايه رأيكم يا اولاد نروح المصنع نبارك له؟ دكور؟ أنا مش ممكن
هنسلكم الروح الطيبة دي والشعور النبيل ده يستحيل انساه. لكن قبل ما اغوط بالشكر عايز اقول لكم حاجة مهمة قوي. صلوا بينا على النبي. اللهم صل عليه. ما كنتوا بتحبوني إيراد، انا بحبكم 24 إيراد. يا حبيبي أمات، يا حبيبي أمات، يا أمات يا حبيبي أمات، يا أمات يا حبيبي أمات. ما تفتكروش ان انا بحبكم علشان انكم بتشتغلوا عندي، ابدا. انا بحبكم لانكم انتم مني وانا منكم. بحبكم لان انا كنت في شبابي عامل زيكم ووصلت للمركز اللي انا فيه دلوقتي بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل اخلاصي لعملي. فمش بعيد ابدا ان كل واحد منكم يوصل للي وصلت له، يعني يبقى صاحب مركز ويبقى صاحب لقب. تبقوا كلكم بشوار. يا عيال باشا العامل، يا عيال باشا العامل، يا عيال باشا العامل، يا عيال باشا العامل. بهذه المناسبة يسعدني اني اقدم لكم هدية متواضعة، هي مرتب شهر لكل واحد منكم. يحيى مختار باشا، يحيى مختار باشا، يحيى ابو الكرماء، يحيى ابو الكرماء، يحيى نصير العمال، يحيى نصير العمال، يحيى حبيب العمال، يحيى حبيب العمال. الولاد دول اثبتوا صحيح انهم بيحبوني. البلد كلها بتحبك يا صاحبي باشا، الموظفين والعمال ورؤساء العمال، الناس كلها كده كده. واكد لك يا سعادتي باشا، انا بصفة مدير المصانع عند سعادتك مفيش نملة رجلها بتدب في المصانع الا وبتقدسك وتسبح بحمدك. لا ده كتير قوي يا عبد السلام، كتير ابدا يا سعادتي باشا، مش كتير على ظروفك ولطفك وانسانيتك. انا متشكر، متشكر قوي خالص، متشكر تمام. خلاص انتهينا، كل واحد وشغله بقى. يلا يا عمية يدي الحلق للي بلوتان. هي راحت فين؟ دي كانت هنا دلوقتي. هي مين يا سعادة الباشا؟ مش شغلك. الله، دور معايا. حاجة اتكلمت خلاص. بالتأكيد مش عارف تدور زي الناس. دور هناك. حاضر يا سعادة الباشا، بس هي مين اللي هندور عليها؟ بدور على النضارة بتاعتي. نضارة تانية غير اللي لابسها سعادتك؟ الله، صحيح، ده أنا لابسها. أنا متشكر أوي. يعني يا ابني لو ما كنتش فكرتني أنا كنت هفضل أدور عليها طول النهار. أنا متشكر أوي. العفو يا سعادة الباشا. الله، لكن أنت مين؟ أنت هنا بتعمل إيه؟ الله، انطع بسرعة. يا سعادة الباشا، أنا حسين فهمي المهندس الجديد. المهندس الجديد؟ أيوة يا فندم، أنا كنت قاعد مع سعادتك من شوية قبل ما تخرج العمال. انت المهندس بتاع الاختراع. يا مظبوط يا فندم. ما تاخذنيش يا ابني، انا النهارده في نشوه فرح. اتفضل اتفضل. العفو يا سعاده الباشا، ما يصحش. هو صحيح ما يصحش، خليك واقف. قول لي بقى، اختراعك ده عباره عن ايه؟ هو باختصار عباره عن جهاز يركب مع اي موتور يوفر في استهلاك الوقود. وبالتفصيل رسومات جاهزه يا سعاده الباشا، ممكن اشرحها لسعادتك؟ ايوه اشرحها. اتفضل. تعرف يا ابني ان اختراعك ده هو لو تم هيفيدنا ويفيد البلد، وانا مستعد كنا ادي لك 20% من الارباح فضلا عن المرتب الشهري. ان شاء الله يتم فضل تشجيعك يا سعاده الباشا. نحن هنا جينا كلنا نحبك يا باشا، وجينا يا باشا نبارك يا باشا، يا باشا عظيم. يا عمي مبروك يا عمي، مبروك مبروك يا بابا، يا حبيبي يا روحي يا قلبي، يا كل حاجه ليا في الدنيا. ما ترى الانكل، ما فيش اسعد مني النهارده في الدنيا. احنا كلنا يا انكل، الدنيا مسعانه من الفرح. انا متشكر، متشكر قوي. بحبكم خالص، مش بحبكم لانكم فرحانين وجايين تغنوني، لا انا بحبكم لانكم اصحاب بنتي. طبعا اصحاب بنتي وولادي، فحش انكم ولادي فانا حبوسكم واحد واحد. وانت كمان انا العسكر. الله، انت مين؟ التاني يا سعاده الباشا. انا نسيت، حضرته حسين افندي فهمي المهندس الجديد، ولد مخترع مفيش منه في مصر كلها، وهيكون اختراعه عالم. قول لي بقى يا ابني بالتفصيل كل حاجه عن اختراعه. ايوه يا سعاده الباشا. يا اختي عليه شكله لطيف قوي، تريشي شبه جلين فورد. احلى منه. لا لا لا، شبه تيرون باور. ايه رايك يا سناء؟
الله. اوه انتوا ذوقكوا بلدي قوي قوي. ده مكعبر ما يعرفش يرقص وشعره اكرم حتى. شعره اكرم يا اختي على شعره. يا ريت انا شعري زيه. لا 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 يلا بينا يلا بينا. اربان اونك قولي لي بقى هتفسحوا فين النهارده؟ هناخد مركب في الجزيره. ربار ببار ربار ربار يا هنا بقى يركب الكتاب. هنا يركب الكتاب. ايوه سعاده الباشا. بالتمر من أسوان والقلة من إنا والقلة من إنا يا جاي من السودان لحد عمينا بالتمر من أسوان والقلة من إنا والقلة من إنا يا نعمة من السودان بعتها ربنا ومن عمر الزمان وإنت بقلبنا بتسأل برتقال وتنوروا فينا سوداننا ومصرنا أبونا أمنا وطننا وأهلنا يا جاي من السودان لحد عندنا لحد عندنا يا جاي من السودان لحد عندنا بالطالة من أطوار من كل من هنا وكل من هنا هرجني خالص. ايه ده طول عمرك دوشاني كده؟ هو
انا فاضي زوجتك. انا لسه اتكلمت. كمان لسه ما كلمتيش. الله عايزه تقولي ايه اكتر من كده؟ الله اتفضلي اتفضلي روحي شوفي شغلك وما تجيش تاني مره هنا قوي تساليني الا بالحاجات الضروريه قوي. انت فاهمه؟ حاضر يا سعاده الباشا. اتفضلي. حاجه تجنن. قفل السكه. هي حصلت انه يقفل السكه في وشك؟ انا عمري ما شفت بابا عمل معايا بالشكل انت زعلتيه النهارده قبل ما ينزل؟ ابدا وحياه بابا. امال عمل معاكي كده ليه؟ ما اعرفش. طب اطلبيه تاني وشوفي ايه الحكايه. لا مش هطلب ومش هكلمه تاني بعد كده. هرسمه طول عمري. يا اختي انا هقوم اكلمه. سناء تعالي كلمي بابا. لا مش هكلمه. تعالي بس ده اتاريه كان بيتخانق مع السكرتيرة بتاعته. صحيح. وينك؟ يا حبيبي يا بابا. الو بابا. اهلا 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 امورتي. انا زعلك انتي؟ طب هو ده معقول؟ ده انا زعل نفسي 100 مرة ولا زعلكيش انتي مرة واحدة. اوامرك ايه يا حبيبتي؟ السخان باص تاني؟ عال عال قوي خالص. طيب يا حبيبتي ما تزعليش انتي ابدا. انا هتصرف. لا 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 حالا حالا. بوسه بقى حلوه لبابا. عباس افندي عباس افندي. افندي يا سعاده الباشا. تسمح تقول لي احنا في شغل ولا بنلعب كيك على العالي؟ لا يا سعاده الباشا مش كيك على العالي. امال ايه يعني؟ كيك على الواطي؟ لا يا سعاده الباشا ولا كيك على الواطي. شغل. يبقى شغل عيال بقى. ليه بس يا سعاده الباشا؟ ايه اللي حصل؟ حصل ان السخان اللي عندي في البيت باص تاني. انت لازم تشوف لك طريقه مع بتوع قسم السخانات. انا عايز شغل شغل مش كيكه. انت فاهم؟ فاهم يا سعاده الباشا. سامع يا سيدي؟ سامع يا سعاده البيه. والمصيبه ما تجيش الطوبه الا في المعطوبه. كل ده من الحمار نبيه افندي رئيس قسم السخانات. انا هخرب بيته. نبيه افندي نبيه افندي. انا من دار سعاده البيه. يجيني هنا حالا نهار واسم. حاضر يا فندم. يا نبيه افندي. يا باش مهندس. ايه في ايه؟ اتكلم عباس بيه حالا بيقول نورك اسمه. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم عاوزني ليه؟ معرفش هو بيقول عايزك حالا نورك اسمه. يا نهار اسود خد. انا اطلع الامتحان زي الزفت. اللهم اجعله خير خير. يا فندي نهارك ابيض. نهارك زي الفل يا سعاده البيه الحمد لله. قول لي يا نبيه. ايوه فندم. انت بصفتك المختص بقسم السخانات اللي خدنا توكيلها اخيرا. ايوه فندم. طبعا انت جربتها وتقدر تحكم عليها. فعلا يا فندم. انا عايز اعرف رايك بالظبط. ايوه فندم. هل نوعها كويس ولا بطال؟ لا مش كويس يا سعاده البيه. احنا من يوم ما خدنا توكيلها بقالنا شهر وانا ما بنامش. شهر وانا نمت؟ انت اللي قال لك اشتغل الشغلانه دي حمار. ما هو سعادتك اللي قلت لي اشتغل. خلاص انت عارف ان السخان بتاع سعاده الباشا اللي صلحته من يومين باص تاني؟ عارف ولا مش عارف؟ انت مخصوم منك 3 ايام وان ما كانش السخان ده يصلح في ظرف ساعه واحده اعتبر نفسك مفصول. اتفضل كشف من قدامي. انت اعمى مش مفتح؟ حاضر. لسه مش شغال عندنا. ايوه سعاده الباشا انا بشتغل عندكم انما بعد ساعه هكون مرفوض. كفالة الشر هكون مرفوض ليه؟ انت اسمك ايه؟ اسمي نبيه مرسي رئيس قسم السخانات. هو انت؟ ايوه سعاده الباشا انا عارف ان عند سعادتك سخان بايظ وانا رايح اصلحه. طيب ليه؟ علشان مش هعرف اصلحه. هتصلحه ليه؟
ركز مخك كويس. ايوه ركز تفكيرك وانت مؤكد صلحت. اركز مخي ازاي يا سعاده الباشا اذا كان خاصم عليا 3 ايام؟ انت بهيتك قد ايه؟ 80 قرش في اليوم في 3 ايام يبقوا 240 دولار وتشيل. طيب انا هصلح المساله بيني وبينك. ازاي يعني؟ ليه؟ لكن ما تجيبش سيره لحد، انت فاهم كلامي؟ ايوه سعاده الباشا امر خير. بيني وبينك انت. طيب يلا روح شوف شغلك. اعمك يلا. حاضر يا سعاده الباشا. روح ربنا يعمل بيتك يا سعادة الباشا ويخرب بيتك يا عباس بيه ويعلي مراتبك يا نبيها فندي. يا سلام على فلوسي. مين بيغير ايدك؟ مين وليه ولحظة ايه؟ الله حسين. نبيها ازيك يا نبيها؟ الله يخليك يا حسين. انت بتعمل هنا ايه؟ انا موظف هنا بريجي شهر. انت بتعمل ايه هنا؟ وانا بشتغل هنا انما بعد ساعة ان شاء الله هترف. ليه؟ كده هقول لك هات الفلوس. انا هقول لك الحكاية بقى يا سيدي. اصل ايه؟ ادي يا سيدي قسم السخانات. السلام عليكم. سلام الله. فاكر يا حسين لما كنا في المدرسة وبتطلع انت الاولاني وبطلع انا الاخراني؟ فاكر. فاكر يا حسين لما كنت بجيب العيال وبعدين يمسكوني يضربوني وكنت انت تخلصني؟ فاكر. فاكر يا حسين لما كنا بنغلط في الهندسة والجبر وانت اللي كنت تحلل المسائل؟ لا مش فاكر. والله العظيم انت فاكر بس بتنكر انك فاكر. قول لي ما حول في ايه دلوقتي بقى؟ اسكت يا حسين. انا كنت بشتغل في قسم التلاجات 5 سنين لغاية ما فهمت ايه التلاجات راحوا نقلني على قسم السخانات. من التلاجات للسخانات؟ اه يا اخي شيء بارد وشيء سخن. طب عامل ايه دلوقتي قولي؟ اسكت يا حسين. انا وقعت من السماء وانت استلقيت. الباشا بتاعنا عنده سخان فاعمل معروف. تعالى معايا احسن السخان ده عندي ومطلع عينيا. تعالى بس صلحوه. احب اجي معاك دلوقتي؟ اعمل معروف. طب يا سيدي ربنا يجعل في ايدك الشفاء. ويظهر انها افتكرت حاجه تانيه. هو احنا وشي زهلك؟ اقول لك الحق يا ستي، اصل الافندي ده كان ماشي يعكسني في الشارع. يا نهار اسود عكسك ليه؟ ما عنديش نظر. انا كنت بسالك على الكوسه. هو السؤال على الكوسه يبقى معسه. ايوه معسه. اخلص يا بنتي حميد. قال لك كوسه يعني كوس. يا سلام روحي يا شيخه، ربنا ما يحرمكيش مني. ده انت يا راسي. ولا حاجه سبتها انا بسيطه. دم دم يا نهار اسود. وبعدين معاك يا مين؟ ده حته جرح بسيط يا اخي. بسيط ايه انت راخر؟ صحيح اللي دماغه في الجنه مش زي اللي دماغه في النار. معلش يا نبيها فندي حقك علينا. ولا حق ولا حاجه يا مدموزيل. هو اللي غلطان ويستاهل اكتر من كده لانك انت عكستها في السكه. عكستها يا اخي عكستها. انت هتعتذرني. معلش يا نبيها فندي. تعال انا واربطها. روحي ربنا ما يحرمك مني. يا حسين والنبي صلح انت السخان على بال انا ما اروح اتعالج. هو السخان فين؟ فوق. اتفضل خدي بيدي قعديني هنا. روحي يا حميدة شوفي شغل. حاضر يا ستي. اتفضل. متشكر يا مدموزيل. تسمح؟ العافية يا مدموزيل ما يصحش. لا ابدا يا استاذ حسين، ما تعملش تكليف واعتبر نفسك في بيتك. ده تنازل كبير قوي يا مدموزيل. لا ما فيش تنازل ولا حاجة. تحب اساعدك؟ متشكر. ما تعبيش روحي. ما فيهاش تعب ولا حاجه. اشمعنى انت تعب نفسك معانا؟ ده شرف كبير ليا ان اتعب في خدمه سعاده الباشا. ميرسي.
احلام الربيع بتاعتي رمطاش. لا يا فندم مع الاسف ما شفتوش. خساره، ده فيلم لطيف قوي، البطله فيه بتحب البطل من اول نظره. انت تصدق في الحب من اول نظره؟ بيتهيألي ان ده كلام في الروايات، لكن في الحقيقه ما افتكرش. انا اصدق، ياما في الحقيقه بتحصل حاجات اغرب من الروايات. يجوز. ايه رايك في تيرون باور؟ يعجبك؟ لطيف. انا يعجبني خالص، عيني، شعره، قوامه، طريقته في الكلام، كل رجوله، مش كده؟ فعلا. تعرف اني فيك شبه كبير قوي من تيرون باور؟ ها؟ انا ده مؤاخذه يا بدمدير، معلش ما كانش قصدي. اتفضل يا بدمدير، وريني رجلك. لا مش دي، استنى. حاضر. معلش يا مدموزيل، دلوقتي هشاور التحسن. ميرسي. الحمد لله. ألف حمد. مبسوط بقى؟ ربنا ما حرمت مني. إيه وإزاي راسك دلوقتي؟ يا سلام، راسي بتلف وعيني بتلف وعقلي فاضل له دقيقة ويخف. إحنا متأسفين قوي اللي تسببنا في تعويرك. علشانك أنتي أمكي وبين مروة لها. قح جبتيتي. لا ادم تعودك على الله في عقلك بقى. الله، ست هانم رايحه فين؟ ده انت ما سمعتيش بقيت كلامي. ده انا لما عبك يا ست غداء. والله يا شيخه ما كملتلك كلامي. يبقى كمله في وقت تاني. ايوه بس ما هو اصل لما ان شاء الله تكون دماغك خفت يا استاذ نبيه. ايوه الحمد لله، هي فعلا خفت والبركه في المدموزيل، ربنا ما يحرمهاش مني. طب يلا بينا. يلا يلا فين؟ مش استنى اما نصلح السخان. السخان صلح خلاص. طيب ايه يا خبر اسود، ومين قالك صلح يا استاذ؟ انت بس روح كده ليه؟ ايوه صحيح، انتوا مستعجلين ليه؟ اتفضلوا استريحوا شويه. ايوه انا ما عنديش مانع، وانا تعبان قوي، وخصوصا ان رجلي بتوجعني وبتقر الدم. انت نسيت الميعاد اللي بينك وبين عباس بيه؟ ميعاد؟ ميعاد ايه؟ انا لا بديله مواعيد ولا هو بيديني مواعيد، يعني هياخدني يوديني الاوبرج. ميعاد الاجتماع. اجتماع؟ اجتماع ايه؟ اجتماع الرفض. يا نهار اسود، رفت، فكرتني بالرفت. عن اذنك يا هانم، لا مؤاخذه، والنبي عوض. يلا بقى بس لطيف قوي صاحبك ده. هو لطيف لطيف، انما استنجلينا شويه. ارجو ان ما يكونش ضايق يا مدموزيل. لا لا ابدا ما فيش مضايقه. طيب عن اذنكم. اتفضل. ما تنساش يا استاذ تشوف الفيلم وتقول لي رايك فيه. اي فيلم يا فندم؟ الفيلم بتاع تيرون باور. حاضر، من عينيا هشوف. عن اذنك. مع السلامه. الله يسلمك. مع السلامه. انستنا وشرفتنا. ميرسي يا فندم. مع السلامه. ايه رايك فيه يا اختي علي؟ شربات. انا خايفه يا نوسه، خايفه اكون حبيت. انا خايفة اكون حبيت ومش عارفة. انا خايفة. انا خايفة اكون طبيت وخايفة ارجع اقول يا ريت. عمري الحب ما شفته ولا عرفته ولا حبيت. عيني يقول يكون هو وعقلي يقول يا ريت هو. عيني يقول يكون هو وعقلي يقول يا ريت هو. وقلبي يدق مستمع وعايز الحق طبعا. انا خايفة. الحب ايه فهموني يا اهل الحب دلوني. الحب نظرة ثم ابتسامة وبعد ذلك يلا السلامة. عيني تقول يكون هو وعقلي يقول يا ريت هو.
هو عيني تقول يكون هو وعقلي يقول يا ريت هو وقلبي يدق نص معاه وعايزه الحق طبعا انا خايفه انا خايفه واحد زي سوسو بيه ده خطيبي بحق وحقيقي. لا خطيبك مع ايقاف التنفيذ. انا ما يعجبنيش واحد زي ده ما يعرفش يتكلم كلمتين عربي على بعض. حق دي خطبته على فرنكا خالص. وكمان بابا هو اللي وافق على الخطوب لكن انا ما وافقتش. طبعا وخصوصا بعد ما ظهر الغريم الجامد ده وهيروح فين جنبه. يا اختي علي في الشكل 10/10 في الظرف 100% في الادب 1000%. بس ده انت هتخلصي ميزانية الدولة. عجبني قوي يا نوسة مش عارفة اشوفه تاني ازاي. تروحي تشتغلي في المصنع بتاع باباكي وانت تشوفيه كل ساعة. يا ريتني عمري ما حبيت. يا باي عليك يا نوسة انت بتتريقي عليا بدل ما تفكري معايا الفكرة تخليني اشوفه تاني. كلميه في التليفون اكلمه اقول له ايه. ابعتي له ورق يقول عليا ايه برضو اكيد. امال عايزه ايه؟ انا عارفه والنبي انا عايزه ايه. انا جاتني فكره مدهشه فكره هايله فكره تخليه يجي لحد هنا برجليه. ايه هي؟ بس تعالي معايا وانا اقول لك. وتخسرينه شغله ليه؟ هو غرام انتقام؟ انا مش فاهم حاجة ابدا. ان شاء الله ما فهمت اصلك حمارة. ما انا حمارة ما انا بنت خالتي. انما قولي لي هتعملي ايه دلوقتي؟ هكلم بابا اقول السخان خسر تاني قومي بعته عشان يصلحه. ايه رأيك بقى؟ ينصر دين افكارك الغرامية. والله العظيم ولعت الغرام يا اخي كلم مرة جد انت طول عمرك كده. والله العظيم بحبها. اسمع دولت ناس بشوات واحنا ناس على قد حالنا وعلى رأي المثل اللي بص فوق رقبته توجعه. يا حبيبي انا ببص فوق رقبتي توجعني ابص تحت رقبتي توجعني فبص فوق احسن. انت حر بص مطرح ما يعجبك. السخان باص تاني يا سعادة الباشا. حاضر ما يكونش عند سعادتك فكرة. يا اخي انا هتفرس من الولد بتاع قسم السخانات ده. اسمع تخش دلوقتي على عباس بيه وتفهمه انك انت صلحت السخان. لا انا هفهم ابوه بس انت صلحته كويس جدا. اوعى توديني في ده. ما تخافش. اسمع انا هطلب علاوة. خش اطلب علاوة. يلا رئيس قسم السخانات. ايوه يا سيدي اهلا وسهلا حملنا بالسلامة. اهلا بك يا سعادة البيه. انت مغفل. انت بجد. ده انت سعادتك بقى يظهر مش عارف ايه اللي حصل. انا عارف ايه اللي حصل. طيب حذر حصل ايه؟ انت بتهزر معايا يا ولد؟ وماله سعادة البيه هو الهزار حرم؟ طبعا حرم هنا شغل مش هزار. طب نتكلم في الشغل. انا طالب علاوة. مش تنكريب علاوة على ايه؟ علاوة على ذلك. ذلك ايه يا نوح؟ الله ذلك السخان الذي صلحته بقى ماشي زي الساعة. ساعة مين يا حقير يا عديم المنفعة؟ طب بس يا سعادة البيه من غير استعمال العنف شايف الخدان عمل ايه في دماغي؟ تستاهل ستة فوت ايه وتستاهل ايه؟ ما تخليك محضر خير يا سيدنا الافندي. اصلك انت اتولدت خيبة وعايش خيبة وحتموت خيبة. يا دي الخيبة وليه بس؟ لانك رحت تصلح السخان بتاع سعادة الباشا بوظته زيادة. معنى كده انك ما تنفعش عندنا هنا بنكلة. انت محصوم منك 5 ايام.
ودلوقتي تروح حالا تصلح السخان، وإن ما صلحتوش ما ترجعش هنا تاني، ما تورينيش وشك، فاهم؟ طيب امشي نجرب من قدامك. مغفل الولد ده، انا بستغرب يا عباس ازاي تقدر تتصرف مع حيوانات بالشكل ده. واجبي لازم اديه، لازم اتعب. انما انا شايف ان الباشا بيقدر تعبك. تو سي فريمون اي تري جانتي سي باشا، وانا سعيد جدا بانك عرفتني بيه. ومين عندي اعز منك علشان اخليه يناسب البنك الاهلي يا مونشير؟ تاكد يا حسين افندي انا ما يهمنيش اي مبلغ يندفع في سبيل نجاح اختراعك. انا متشكر يا سعاده الباشا. حسين استنى شويه يا مطر. حاضر يا سعاده الباشا. حاضر يا حسين افندي، انت ولد افكارك نيره، انا مبسوط منك قوي خالص واتنبأ لك بمستقبل عظيم. متشكر يا بيه. شعره سودا، انت متجوز ولا عازب؟ انا عازب بس سعاده الباشا. تبقى ولد عفريت كبير. ليه يا فندم حصل ايه؟ بقى اسمع، انا ذكي وافهمها وهي طايره، انا شرلوك خالص. انت لما تلاقي شعره سودا زي دي طويله على هدوم واحد، يا يبقى متجوز يا يبقى ولد شقي بتاعنا شويه. لا ابدا يا فندم والله. بلاش كده مال، انا لما كنت في سنك برضه كنت عفريت زيك انا كمان. ودلوقتي يا سعاده الباشا؟ ودلوقتي برضه مفيش مانع شويه عفرانه كده خفيفه كده على الماس. اسيبك انا بقى عشان نشوف شغلك. انت بتعرفني يا سعاده الباشا؟ عباس بيخصم عليا 5 ايام وهددني بالرقب. انت بتشتغل ايه هنا؟ انا بشتغل هنا سعاده الباشا رئيس قسم ايه انت؟ ايوه حاضر، قسم المسكي، قسم السخانات يا سعاده الباشا. انت بتشتغل رئيس قسم السخانات؟ ايوه سعاده الباشا. تعالى بقى لما اكسر لك دماغك واقطع زمر رقبتك. دي عامله تعملها يا راجل مع بنتي وتخلي رقبتي زي السمسار؟ معلش يا سعاده الباشا انا متاسف، واديني قدامك اعمل فيا زي ما انت عاوز. انا هدي لك فرصه ثانيه. الله يخليك. وروح تصلح السخان. أيوة. وانا هعوض لك الخصم. الله يخليك يا سعاده الباشا. ماهيتك كام؟ 80 قرش في اليوم. يعني 80 في 5 4 جنيه يا سعاده الباشا. ايوه سعاده الباشا. أهم. الله يخليك يا سعاده الباشا. ايوه ودي اخر مره. حاضر سعاده. دي اخر فرصه. حاضر سعاده. نهارك سعيد. نهارك سعيد يا سعاده الباشا. انت استقالتي حسين يا اخويا. اعمل معروف، تعالى معايا بيت الباشا عشان تصلح السخان. ليه هو خسر تاني؟ بيقولوا كده. واعمل معروف يا حسين احسن يا اخويا، مهددني بالراب. وبعدين معاك بقى؟ والنبي اعمل معروف، تمم جميلك وتعالى معايا. انا هروح معاك بس على شرط. اه لا في مغازله ولا بصبصه، انت فاهم؟ لا اعمل ايه، انا ما ببصبصش، ده انا مؤدب. هي اللي عينيا بالزوخ كده، اعمل لها ايه؟ لما عليك تزوح هبقى انبهك. حاضر فهمت. يلا يا اخويا على الشرط ده. يلا بينا. ينجح لك المقص. يلا يا سيدي. يلا يا حسن. يلا يا حبيبي. غريبة أوي، الأسلاك مقطوعة، حد لعب في السخان؟ لا أبداً أبداً، لا حد لعب فيه ولا فتحه ولا قرب له ولا قطع الأسلاك كمان ولا حاجة أبداً. مش بقول لك السخان ده عليه عفريت؟ لازم كده، علشان إحنا لسه بنحط القفل لقينا حاجة بتعمل تك 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 والسلوك بتفرقع واحد ورا التاني. شفت بقى السخان يعملها وأنا اللي آخد الجيزة. لا لا، السخان لا معفط ولا حاجة، بس يظهر إن في قطة شقية لعبت فيه فتفكت السلوك. مش تفتكري كده برضه يا مدموزيل سناء؟ ها؟ لازم كده. وبس فين هي القطة بنت الكأ؟ عيب ما تشتمش. ما اشتمش؟ يا خبر اسود، أمال اشتميه؟ وهو لازم تشتم يا أخي؟ خلاص، ما دام أمرتيني إني ما اشتمش فما هشتمش، وإن ذبحتيني بإيديكي عيب عليا إن قلت ما. حاضر. خلاص. روح افتح المحبس من الاوفيس. والاوفيس ده فين؟ تعالى ما وريهولك. روحي يا شيخه، ربنا ما يحرمك مني. بعد 3 4 دقايق هتكون الميه بتغلي. استاذ حسين. تفضل. انا عايز اسالك سؤال. اتفضلي يا فندم. انت زعلان مني؟ ابدا بالعكس، ليه ازعل منك؟ علشان يعني تعبتك وخليتك جيت هنا تاني. اللي تعبني مش حضرتك، اللي تعبتني القطه الشقيه. يعني انت زعلان من القطه؟ انا مش ممكن ازعل من القطه ابدا، لاني بتهيالي ان القطه ما كانش قصدها تتعبني. طبعا طبعا مش قصدها تتعبك، ولا كانش قصدها اي شر ابدا ابدا. بعد الشر افتكر ان المساله كانت مجرد مداعبه بريئه من قطه شقيه. تمام تمام، هي مجرد مداعبه بريئه. طب وانت شعرفك؟ انا
اصلي انا القطه بتقول لي على كل حاجه كده. انا فتحت لكم المحبس، الميه جت عندكم. شوفها كده. الله كترك يا مستر. الله يا ماما يا ماما يا ماما. الو، مين يا فندم؟ مدموزيل سناء. اهلا وسهلا، ازيك؟ وزي نوسة وزي القطة. القطة بتقول لك انك وحشها خالص، وعزمك الليلة على حفلة في الرومانس لمساعدة اسر الشهداء، وهتلاقي على الباب تذكرتين باسمك. انا متشكر جدا، بس يعني سعادة الباشا هيكون موجود، وطبعا مش هنقدر نكلم بعض، فايه فايدة مجيي؟ يا سيدي نشوف بعض من بعيد لبعيد، ولا انا ما بوحشكش؟ يا خبر، هو ده معقول؟ طبعا بتوحشيني. امال بترفض ليه؟ احنا صعب لما بنلاقي فرصه نتقابل فيها، وكمان هغني في الحفله وعايزك تسمع صوتي. لا، ما دام كده بقى لازم اجي. حاضر حاضر يا ستي. روار. استاذ حسين، استاذ حسين الحقني. ايه، في ايه؟ سخان تاني؟ لا، دي اصغر، دي بقى يا دفع الحبس. دفع دفع ايه؟ نفقت مراتي اللي اتنيلت واتجوزتها، واتنيلت وطلعتها، واتنيلت ورفعت عليا قضيه، واديني يا اخويا متنيل، والعسكري بره واقف لي بيقول لي يا الدفع يا الحبس. وتفتكر يعني هعمل لك ايه؟ وانا يا اخويا امرك؟ لا انت حبيبي، بس اعمل معروف، تعالى كلم للعسكري كلمتين حلوين، يمكن ربنا ياخد بيده ويمشي. اخويا يلا وريني. يلا حبيبي، انا شاكر لك امرك. صباح الخير يا شويش. صباح النور يا فندم. مش ممكن اجري الدفع الاول الشهر؟ لا مش ممكن، انا عندي اوامري، هيدفع ال 20 جنيه دلوقتي يتفضل على السكة. اهو بيقول لك السجن. يعني مفيش فايدة؟ لا متأسف، ده أوامر الحكومة. وأوامر الحكومة لازم تمشي. فعلا يا سيدي فعلا. قول لي معاك كام ال 20 جنيه؟ 42 قرش. هاتوا ما أكمل لك عليهم. خد. أدي الاثنين وسيب لي ال 40 قرش. الله يجازيك يا شيخ، خد. مش هيبقى معايا غير جنيه واحد. معلش. اتفضل. خلاص يا اخويا، اخدت فلوس النفقه، انبسطت. اتفضل. متشكر. سلام عليكم. الله يخليك. يعني كان ضروري تتجوز وتطلق؟ هو معيش غير جنيه واحد، مش هنقدر نروح الحفله اللي عزمانا عليها سناء. يا نهار اسود، ونوسه هتكون موجوده؟ طبعا. احب النبي، وليه ما نروحش؟ نروح منين بقى يا بني ادم اذا كانت الفلوس كلها راح؟ انا مش معانا جنيه. والجنيه هيعمل ايه بس؟ قول لي، حفله زي دي على الاقل يكون واحد معاه 10 15 جنيه. انا هضطر اطلب سناء واعتذر لها، وكله من تحت راسك. ما كفايه بقى يا اخي، بلاش بستفى، مش كفايه ان الواحد مش عايز يشوف نوسة في ليله مفترجه زي دي؟ عندك ايه؟ في ايه؟ انا هجيب لك الفلوس. منين بقى يا فارس؟ اقول لك بقى منين. انا هروح انرفز لك عباس بيه شويه كده، اروح خاصم عليا شويه ايام ويقبضهم للباشا. الاستبونه بقى ولا مش الاستبونه؟ الاستبونه. بس افرض بقى يا فالح ان الباشا ما رضاش يصرف لك الفلوس. لا، هي دي المضمونه 100%. عباس بيه وقعت امك سودا. مش مستاذن ولا بتخش؟ مش مستاذن. مخصوم منك 5 ايام. زي بعض. 8 ايام. اللي تخصمه. 15 يوم. اخصم 19 يوم، حتى انا ما يهمنيش ايامك السودا. وهو كذلك يا قليل الحياه يا عديم التربيه. ايوه. هخليهم 19 يوم. ينصر دينك، انا احبك من كل بق. بعيط على بخت الاسود، سعاده المدير خصم لي 19 يوم. طب وايه المناسبه يعني يخصم 19 يوم؟ ليه ما عملهمش 20 مثلا؟ ليه ما عملهمش شهر؟ الحسبه طلعت كده سعاده البيت. وايه سبب الخصم ده يعني؟ ما اعرفش، طلعت في دماغه كده من غير سبب، والخصم من غير سبب قله ادب. طيب تعالى معايا بقى. أيوة. وانا اصلح لك المساله واقول لك حاجه. الله، سعاده الباشا. الله، لا ده انا كنت مش واخد، ده انا متخل على الله على ايه؟ تعالى انا هصلح لك المساله. تعالى يا سعاده الباشا، ملوش لزوم، هو انا كنت جاي لك عشان الخصم. تعالى ما تخافش. ما تخافش ازاي يا سعاده الباشا؟ ده انت هتخسر لي المساله.
يعمل معروف يا سعادة الباشا. خليك هادي كده وخليك ابن حلال. طيب تعالى بس تعالى يا ابن حلال تعالى تعالى. ما يجيبوا بلاصة البين. قول لي يا عباس افندم انت مزعل الاستاذ نبيل ليه؟ يا سعادة الباشا لو شفت ايه اللي عمله كنت خصمت منه الشهر. اولا زق الباب برجله وقلب اللمبة بايده وقعد فوق المكتب. انت عملت كده وقعدت فوق المكتب؟ يا سعادة الباشا انا فعلا قليل الادب واستحق الخصم. يا عباس افندي حسن الراجل اعترف بغلطته معلش نسامحه المره دي. ارجوك انك تسامحه وما تكسرش خاطره. اللي تشوفه يا سعاده الباشا. لا ما انت تكسر بخاطر انما ما تكسرش رقبتي. شايف يا سعاده الباشا انه مجرم ما يستحقش الرحمه. اسمع اسمح لي يا سعاده الباشا انت راجل قليل الادب وما تطولش لسانك عليا يا فاهم. كويس كده يا سعاده الباشا. لا ده انت راجل قليل الادب وتستحق الخصم صحيح. عباس افندي اخصم منه 19 يوم و11 يوم من حسابنا كمان. يا سلام يا سعادة الباشا انا متشكر لكرم اخلاقك يا سعادة البيت. سلام عليكم. تكلم هناك يا ولدي. نعم عايز ايه؟ جاي اتظلمني سعادتك يا سعادة الباشا انا غلبان ومسكين وجسمي ما قدرش يستحمل الخصم. انت تستاهل الخصم ده وزياده لانك انت قليل ادبك قدامي انا. معلش يا سعادة الباشا اعذرني كنت اعمى في عصبيتي انما اوعي سعادتك. ما توعدنيش. احلف ما تحلفليش. طب والخصم؟ تروح تشوف شغلك دلوقتي. الله طب واعمل ايه؟ بقول لك تروح تشوف شغلك حالا دلوقتي اهو. يعني يا سعادة الباشا الشهر الخصم ده يمر قرديحي كده من غير مصاريف؟ ايوه من غير مصاريف. انا مش هدي لك حاجه المره دي ابدا لانك انت تستاهل. فعلا يا سعادة الباشا انا استاهل. انا استاهل. انا استاهل. انا استاهل. انا اللي استاهل. يا فندي تعال هنا. تعال هنا. تعال عندي انا عايز. انا سعادة الباشا. انت يا ولد معترف انك انت قليل ادب؟ معترف يا سعادة الباشا. وان لسانك وسخ ويستحق القطح؟ معترف يا سعادة الباشا. وان انا ما ظلمتكش وان الجزاء كان لازم يكون اشد؟ معترف يا سعادة الباشا. حيث انك انت اعترفت فانا هسامحك المرة دي. ربنا يعمل بيتك ويخليك يا سعادة الباشا. دلوقتي بقى تيجي معايا العباس افندي علشان اخليه يشيل الخصم. حاضر يا يا خبر اسود احنا لسه هنرجع من اول تاني. ولا اقول لك انت مخصوم منك كام؟ شهر يا سعادة الباشا ويوميتي 80 قرش يعني 24 جنيه. اتفضل هم وتعمل لسانك ترمله. روح يا شيخ ربنا ما يقفل في وشك باب ولا يبوظ عليك حفلة. وانا واحد مغات. مغات؟ كل مغات. يا سلام ما تعرفش المغات يا خواجة انت عمرك ما ولدتش. يا اخي بلاش فضايح عيب. خدينا نفضلك 2 اورانجات. ويمون بي. قولي نفضلك ما تعرفش احمد باشا مختار حجز ترابيزة نمرة كام؟ يبقى مختار باسا كان خجزته ترابيزة نمرة 19 هو والفاميليا بتاعه. لكن كلمته من سوية ان مش رخيتي. لا بقى ايه؟ انت متأكد؟ خلاص ترابيزة بتاعه مسكت واخد فاميليا تاني. طيب متشكر. انهار اسود غريب ايه اللي خلاهم مجوش دي مأكد عليا الصبح. ما هتأكد عليك الصبح وتنكد علينا بالليل. اسمع مدام كده يلا بينا. يلا بينا فين؟ ونبي حسين نتفرج على البرنامج شوية. يلا اخليك انت كده تشفى الزراعية الصغيرين. معلش والنبي اهو كده الحظ ولا بلاش. ايوه الفرفاشة. الله هو برضونك معاك. يا نهار اسود انا في عهد النبي وتقول لي ما تشبطش. ده انا اشبط ايه وده انا اشبط جدا. تعال هنا اوعى تسيب موتموزيلا. تسمحي لي اسال حضرتك سؤال؟ افندم عاوز ايه؟ انت الماما بتاعت حضرتك اتوحمت على ايه؟ اتوحمت؟ يعني ايه اتوحمت؟ مش عارفه يعني ايه اتوحمت؟ انا نفهمها لك بالروميكا.
يعني اما مقطع خضرتك لما اتجوز البابطع خضرتك وخلف خضرتك كان بياكل ايه؟ كان بياكل قشطه؟ كان بياكل مانجا؟ كان بياكل موس؟ كان بياكل فين؟ فخمت. فخمت. طب والبابا بتاع انت؟ لما اتجوز البابا بتاع انت وخمته على ايه؟ بس بقى ربنا يجازيها اتوخمت على الليل الليل. اتفضلي يا سيدي اتفضلي. يا سيدي اما اعرفك بعز صديقاتي مدموزيل 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 نورا. حضرته يبقى الاخوك؟ ايوه يبقى الاخو يا مرسي. اتفضلي اتفضلي. جرسون. ايه وي مون بي. مون بي. شوف المدموزيل تشرب ايه من فضلك. يا صلاه النبي يا صلاه النبي. قعدنا نروض عشان تعزمنا ولا عشان تجيب لنا ستات؟ يا اخي ما تبقاش قنت مع الاثنين وخلاص. ليه اخوك مش طالع حلو زيك؟ انا مش حلو ولا حاجه. انت الدرويش يا غم. انا يعجبني قوي الجنوم اللي عينيه سود وشنبه زي دوجلاس وشعره اسود من البحر. باشا وسناء ونوسة موجودين هنا. بص هناك هم. يا نهار اسود. هم مش كانوا اعتذروا ايه اللي جابهم؟ تعرف لو اهل سناء شافتنا هتكون وعيتك سودة. والنبي يا رب ما يشوفونا. الهي وانت جاي. كتر صلاة دخروي. بيان نبي سلام. شايفة يا نوسة؟ كويس كده اعمل ايه دلوقتي؟ تعقلي وتتقلي. الخاين ده انا هتجنن مش عارفة اعمل ايه في الخاين ده. هو في الدنيا راجل مش خاين الا ده اللي كنت فاكراه ملاك. يا مجرم. احنا جايين هنا نتوشوش ونتكلم مع بعض ولا جايين نبزنين؟ يلا قول قص مع بعض. ما اقدرش يا بابا علشان بعد الاسكتش قربوا لازم نستعد. انا لسه بدري خالص خالص خالص. يا اخي وانت ملك ايه بحشرك انت؟ يلا يا نوني يابا عن اذنك يا بابا. مع السلامة. سيداتي انساتي سادتي يبدا برنامج المتطوعات بالاستعراض الوطني الكبير مصر والسودان. فوق ارض النيل يا رمز الشفاء وعلى انفاس قوم ابرياء قد تربعت على غير رضا غاصبا تشرب من قلبك ماء. هيا سودان يا اخت الحمى فلنعش حرين ارض الفناء. ايها القلب الشقيق ان
سلم على سعاده الباشا. انا مالي يا اخويا ما تروح انت تسلم عليه انا. على الاقل اشوف سناء. طب قوم شوف انا مالي. على اذنك. اتفضل. يا سلام يا اونكل. دي حاجه مدهشه. حاجه اكسترا اوردينير. مساء الخير يا سعاده الباشا. اهلا وسهلا يا حسين افندي. انت هنا بتعمل ايه؟ عجبك الاستعراض؟ حاجه عظيمه قوي يا سعاده الباشا. اهلا وسهلا بمصر والسودان. حاجة عظيمة خالص. صحيح عجبك يا بابا؟ كويس قوي قوي قوي. شاري كنت مدهشة. نجاح باهر. اعرفكم بعض بقى، بنتي سناء وبنت خالتها نوسة. سبق لي التشرف معرفتي بسعادة الباشا. اهنيكم من كل قلبي على الاستعراض العظيم. ميرسي. مش نروح بقى يا بابا؟ مستعجلين ليه يا حبيبتي؟ ده لسه البرنامج ما خلصش. اصلي تعبانة وعندي صداع. بعد الشر يا حبيبتي، بعد الشر عليكي. نروح حالا. وانت يا حسين افندي قاعد ولا مروح؟ هروح يا صاحبي ماشي. معاك عربيه؟ هحط التاكسي. لا تروح معايا في عربيتي، عندي محل. وانت يا سوسو بيه؟ ميرسي يا اونكل، انا قاعد. طيب خد حريتك يا حبيبي. بونسوار. بونسوار يا اونكل. بونسوار سوسو بيه. بونسوار سوسو بيه. بونسوار. بونسوار. يلا يا حبيبي، يلا يا حسين افندي، يلا معايا. الو استاذ حسين. ايوه لسه بحاول، معلش هتصل بيك كمان شويه. عاشر مره دلوقتي بيتصل بينا، ان شاء الله يكون 100 مره مش هتكلم. هو في الدنيا محكمه بتحكم من غير ما تسمع دفاع المتهم؟ اه انا كده مش عايزه اسمع. ايه رايك بقى يا ستي؟ الماده كذا من قانون العقوبات بتقول ان المتهم بريء لحد ما تثبت ادانته. المتهم خلاص ثبتت ادانته والمحكمه شافته بعينها، عايزه ايه اكتر من كده؟ لا الدفاع يحتج، ده ظلم. على الاقل لازم تسمعي دفاع المتهم. ايه بس اللي هيقدر يقول؟ وازاي هيلاقي له عين يتكلم؟ يا ستي بيقول ان عنده شهود نفي ومستندات تبرئه. فانت هتختاري ايه لو اديتي له فرصه انه يقابلك ويقدم لك مستنداته وبعد كده انت حر؟ طيب حاضر، قولي له هنقابله الساعه 5 في الكازينو. اعمل ايه؟ اصل الدفاع غلباوي. وادي يا ست الحكايه من طقطق لسلام عليكم. طب انا غلطان؟ طب وانا كنت اعرف منين ان صاحبك نبيه هو اللي ورطك الورطه دي؟ هو انا بشم على ظهر ايدي؟ انت كان حقك امبارح واحنا في العربيه كنت تفهمني انك بريء. هو انتوا ادوتني فرصه عشان اقدر ادافع عن نفسي؟ ده انتوا هجمتوا عليا هجوم خاطف بالطيارات والدبابات والقنابل الذريه لغايه لما خدتوش فيها نفس. احنا كنا بنهاجم الاعداء كده. يعني خلاص المحكمة اتنورت وثبتت براءة المتهم؟ خلاص يا سيدي براءة. الحمد لله. قول لي بقى، انت عارف ان يوم الاثنين الجاي راس السنة الجديدة؟ كده؟ كل سنة وانت طيب؟ وانت طيب، واحنا بالمناسبة دي كل سنة بنعمل عندنا في البيت حفلة تنكرية، وانا عازمك. متشكر أوي، بس أظن أحسن تعفيني من الحفلة دي. ليه؟ لأن راسك مش بتاعي وهيبقى موقفي حرج. وترضى برضه يا حسين؟ طول مرة
مر علينا سنة جديدة وإحنا بعد عن بعض. مش قصدي أبدا، أنت عارفة إني سعيدني أوي إن أشوفك في كل دقيقة. أمال بترفض ليه؟ أنا مش ممكن أرفض، بس مش عارف إزاي حذر قدام سعادة الباشا. أولا بابا سايبني أهزم اللي يعجبني، ثانيا الحفلة تنكرية، محدش هيعرف زيد من عبيد، يبقى مالكش أي حاجة. خلاص هتيجي. أمرك يا ستي، أوامرك لازم تنفذ. ما تنساش تعزم صاحبك نبيه فندي وقوله ما يورطكش المرة دي. بالعكس المرة دي حفدت عيني قوي. بس يعني مش يستحسن تطلبوه انتوا بنفسكوا وتعزموه؟ أمرك يا سيد، هخلي نوسة هي اللي تتصل بيه وتعزمه. كويس. يا سلام، قد ايه أنا سعيدة علشان انت هتيجي. أنا متهيألي إن حفلة السنة دي هتكون أسعد حفلة راس سنة مرت عليا في حياتي. ميرسي. على بعضك ليه؟ مش عارفه حسين اتاخر ليه يا ست الغايب، حجيته معاه. انا خايفه انه يكون جرى له حاجه. هيجرى له ايه؟ واحده ست قابلته في السكه عطلته. مش معقول. اذا كنت انت واقعه في ايراد هو واقع 24. تعالي تعالي زمانه جاي. تعالي شيري. تعالي نقص. او سوسو بيه تعبانة شوية. يعني مش عايزة ترقصي معايا سنة با جانتي. قلت لك يا سوسو بيه تعبانة شوية. الله. ايبا تنبي. ايه مالك يا سوسو بيه؟ بوز ليه؟ يعني خلصها كده يا اوكي. سناء تكسفني ما ترباش ترقص معايا. يا حبيبي خليك صدرك واسع محبوح. انا دلوقتي في اول دقيقة في السنة الجديدة، يعني ساعة ما ينطفي النور ويولع تاني مرة، هعلن خطبتكم رسمي للمجموعة كده علشان محدش يلعب الحلقة. ميرسي يا عم. ميرسي. مين ميرسي؟ انت زي بابا. عباس بارك لي. خلاص
الباشا هيعلن خطوبتنا الليله دي. تعجبني بلاش دلوقتي اهو التكتيك الضمن نجاحه 100%. اسكت يا شيخ، الحمد لله لحسن رقي نشف خلاص والحاله زي ما انت عارفها، الاطيان هتنزل في المزاد والديانه ورايا في كل حته والحاله الماليه هتنكشف والحاله جيم زي ما انت عارف. لا لا خلاص بقى فرجت ما دام مفتاح الكنز بقى في ايدك. اوعى تنسى اخوك عباس عيب. سنة عايزين نسمع منك حاجة. مش هقدر تعبانة شوية، لكن وعدتينا ولازم تغني. ايوه وعد الفر دين عليه، يبقى لازم تغني. يا جماعة اعذروني ماليش نفس اغني. مفيش حاجة اسمها مالكيش نفس، لازم تغني. يا اختي قالوا لك غني غني. غني غصب عني. ايوه غصب عنك، ما دام قالوا لك تغني يعني لازم تغني. يلا تعالي غني. يا جماعة سناء هتغني. برافو. مش قادرة غني، مش قادرة غني. مونا يا غني وغصب عني، مش قادرة غني، مش قادرة غني. مونا يا غني وغصب عني. الناس عايشين يا ستي في لبسه فاضطريت سبته وجيت. تعال نقعد في التراس، تعرف انا تهيألي اني عارفه سنك 100 سنة. سيداتي انساتي سادتي، كل سنة وانتوا طيبين. بعد نص دقيقة هتبتدي السنة الجديدة، وطبعا هتتحسب سنة زيادة في عمر الرجالة وسنة ناقص في عمر الستة. Thank you.
هي فين سناء؟ مش لاقيها يا أوف. يعني عاوزني ادورك عليها كمان؟ يا راجل روح حتى روح جدها فين، هي فين عشان اعلن خطوبتكم للعالم. حاضر يا اخويا، ده وقت مستني ايه يا شيخ؟ اتحرك. حاضر يا أوف. حاضر حسين، انا عهدت نفسي اكون لك طول العمر عشان انت عندي كل حاجه في الدنيا. انت حياتي، قلبي، روحي. كلامك جميل، بيخليني حاسس ان احنا عايشين في الخيال. ابدا، احنا عايشين في الحقيقه، وباذن الله هتكون الحقيقه احلى واروع الف مره من الخيال. حبيبتي، النهارده ابتدت سنه جديده في عمرنا، يا ترى ايه المكتوب لنا؟ السعاده والهنا، لان ربنا ما يرضاش يفرق بين قلبين اتخلقوا لبعض وتعهدوا على الحب والاخلاص. يا ريت يا سلام، يا ريت. حسين حبيبي، انا عايزك تروح تكلم بابا حالا. تأكد يا سناء ان دي اسعد امنية لي، لكن خايف ان بابا ما يوافقش عشان الفرق الكبير اللي بين مركزي ومركزه. الفرق ده ما يهمنيش ابدا، وحياتي معاك ان شاء الله تكون في النار احسن عندي من اني اعيش في الجنة من غيرك. حبيبتي عال قوي خالص، عال قوي اني اقبعيني ليك ودخلك جوا بيتي وبعدين تخني في اعز حاجة عندي. اسمح لي سعاده الباشا اشرح لك. تشرح تقول ايه؟ تتكلم تقول ايه بعد ما خوفك المخلي المريض ده؟ ما تلوموش يا بابا، انا اللي عزمته. اسكتي انت، ما تكلميش ولا كلمه. انت تعرفي ايه اللي يقصدوه الذئاب امثال ده هو لما يقرروا واحده زيك انت؟ ما فيش تغرير ولا حاجه يا بابا، انا بحبه وهو بيحبني. اخرجي يا ليله الحياه انت كمان. وبتشتمني يا بابا. واضربك واذبحك واقطع الحتت لما اشوفك هتروحي ضحيه سهله لولد فاسد زي ده هو اكرمته وعملته معامله الاب وبعدين يتجرأ ويغزل. اسمح لي يا بابا اقول لك ان انا اللي شجعت. كويس خالص، كان رايك كمان انك تكلميني بالشكل ده هو وتعلي صوتك عليا. ده لازم يخش السجن، لازم يتربى. برضه هو يا اوكل انا اللي اربيه واضربه بالكزمه كمان. كمان بتضرب خطيب بنتي وضيفي في بيتي. لا ده مش خطيبي. اخلصي، انت ما تكلميش، انت ما تفهميش مصلحتك فين. وانت يا ولد اطلع بره بيتي. يلا امرك يا سعاده الباشا، انا يظهر اني فقدت عطفك. امثالك ما يستحقوش اي عطف. على كل حال انا مش هقدر اقنع سعادتك او ادافع عن نفسي، وانا اسف وخارج من بيتك، لكن بعد كده مش هتشوفني لا في بيتك ولا في مصنعك. كده تقدر تمشي كل طلبات. لكن حسين لازم اروح له حالا، اراضيه واعتذر له وابوس ايده كمان. بسيطة يا ستي، نروح سوا، بس دلوقتي تسمعي كلامي واعملي اللي بقولك عليه. ايه يا سنان؟ ايه يا حبيبتي؟ زعلانة مني؟ من ابوكي اللي بيدور على مصلحتك وما عندوش في الدنيا اعز منك؟ انت اندفعت اكتر من لازم، ده حرام عليك تهزقه بالشكل ده. هو عمل ايه؟ عمل ايه؟ يعني عايزاني اشوفه بيغزلك وبيطرحك الغرام واقعد ساكت؟ فين انت وفين هو؟ انا عايز افهم بس، هو عيبه ايه؟ طبعا دلوقتي انت الحب عامل غشاوه على عينيكي، مش شايفه عيبه. عيبه انه ما نسبتيش، يبقى مين هو في المجتمع؟
نبني مين في طبق الضغط؟ يا بابا انت طول عمرك بتفتخر بانك راجل عصامي، كونت نفسك بنفسك لحد ما بقيت باشا وعظيم. ليه تستبعد على حسين انه ينجح ويوصل ويكون في يوم من الايام زيك؟ استنيه بقى لما يوصل ويكبر ويبقى راجل عظيم عشان تكوني عجزتي وشعرك ابيض. انا مستعد استناه ان شاء الله حتى يكون 100 سنه. سنها حبيبتي، والله والله انا بدور على مصلحتك. سيبك من حسين ده وطوعيني، انت ما فيش انسب لك من سوسوبيه. راجل بتاع مجتمعات، بتاع اتيكيت، راجل بيفهم كل حاجه، غني من مستواكي. ابو باشا وعمه باشا وجده باشا، يعني تفتخري بيه لما تقدميه لصديقاتك. اذا كنت بتحبني يا بابا بلاش تجيب لي سيرته دلوقتي، ابعد عني قد شهر او شهرين لحد ما افكر واعصابي ترتاح. وحياتك يا بابا، وحياتي عندك. حاضر يا بنتي، حاضر يا حبيبتي، كل شيء هيصلح. ودلوقتي بقى بوسه كده حلوه لبابا. خلاص صافي يا لبن. صافي يا لبن. دلوقتي بقى انزل المعازيم اللي سيبناهم تحت. خير يا راجل خير. هي بتحبك خالص، معتزه بخطوبتك قوي، لكن اعصابها تعبانه. انا من رايي انك تسيبها، ما تقابلهاش لمده شهر او شهرين. ازاي يا راجل؟ انا ما اقدرش اعيش من غيرها. بقول لك معلش يا ابني، معلش، المصلحه عايزه كده. اسمع كلامي بس، وفي المدة دي أرجوك ما تخليهاش وما تخليش نظرها يقع عليك أبدا، وفي الآخر هكون مبسوط كده. طيب يا عمرك يا عمرك هعمل إيه بس؟ تعال معايا. معلش يا اسطى مش حاضر. الحمد لله، خلاص اتفقت مع شركة السماد بتاعت عبود باشا في جبل عتاه، وهسافر بعد بكرة. هتسافر بعد بكرة؟ انت هتخليني اكره بعد بكرة. انت هتوحشني قوي يا حسين، قوي. تأكد يا سناء اني هسافر وهسيب قلبي معاكي. والنبي يا حسين تأجل سفرك ده شوية، أنا مش متصورة إزاي هنقدر نعيش بعض عن بعض. معلش يا حبيبتي، كلها كام يوم ونرجع لبعض. ثم ما تنسيش كمان إن عملي أصبح هناك ولازم أروح أدي وجبي، مش كده ولا إيه؟ أيوه، بس أنا مش عارفة قلبي مقبوض كده ليه، ومتهيأ لي إن كابوس راكب على نفسي. أبدا أبدا، أنت لازم تكوني متفائلة وتدعي لي عشان ربنا يوفقني في اختراعي، عشان يكون لي عين أقدر أقابل الباشا وأطلب إيدك، وأظن ساعتها مش هيقدر يرفض ويتحقق أمنا إن شاء الله يا رب. الجمهور المصري الملحق بتاع دلوقتي، الملحق بتاع دلوقتي. يا بتاع الجمهور. أيوة يا بيه، اديني الجمهور حتى. الجمهور الملحق بتاع دلوقتي. الدول الكبرى تؤيد حق مصر في الجلاء والوحدة. مندوب الدول العربية يقررون أن في تحقيق أمال الشقيقة الكبرى مصر تحقيق لأمالهم جميعا. أخبار عظيمة، أخبار تفرح. شفت بقى يا ستي؟ اهي دي بشرة خير للبلد ولنا احنا باذن الله. ان شاء الله يا حسين، ان شاء الله بشرة خير. تحبي نتمشى بالعربية شوية؟ وليه شوية؟ نتمشى كتير. انا مش عاوزة اسيبك يا حسين، عايزة اقعد معاك اكبر وقت ممكن. وانا كمان يا سناء. حسين. ايوه. بس وحياتي عندك، سوق على ما. حاضر.
مهلك سوق. من حوالينا كان ثانينا مل وايدينا بعد دقيقه مش في ايدينا سوق على مهلك سوق بكره الدنيا تروق سوق سوق على مهلك سوق بكرة الورد اللي زرعناه يتبع طول ما احنا بنرويه يا ما بنيه بدم روح وصبح لقى غيره بجنيه في غيابك راح عد اليوم بالثانية ولا دقش النوم في غيابك راح عد اليوم بالثانية ولا دقش النوم انت الامل اللي اتمناه كل دي هكون وياه سوق على مهلك سوق بكرة الدنيا تروق سوق سوق على مهلك سوق لما تفكر تبقى تقولي ليل ونهار والاحلام احكيلي عليها حلم بحلم مفيش اسرار طب فوق على مهلك سوق بكرة الدنيا تروق سوق سوق على مهلك سوق من سكتنا يا براعي مفيش غير كده لفان شرشي لفان ازاي عنايات هي اللي هتخلصك منه ازاي مش فاهم هفهمك بس قولي قبلها عنايات تعرف ايه علاقتك بالباشا لا لا هو انا هقدر اقول لها حاجه زي دي فانا مفهمها ان الباشا جوز خالتي وان سلاق بنت خالتي عال شوف بقى يا سيدي احنا نخلي عنايات تروح بيت الباشا وتدعي انها مرات حسين نجرها عيلين كانهم ولاده وانها جايه لسبب ونشوفه لها بعدين المهم
سناء هتعرف انه متجوز وانه مخلف وانه ضحك عليها. طبعا انت عارف الباقي. برافو برافو يا عباس. الليله انا هروح معاك قابل عنايات في الكباريه. عنايات هاني موجودة، تحب انده لها؟ انده لها. وازاي ماشي الشغل؟ لوز يا بيه. تعال امرك. ازيك يا زوز؟ ازيك يا جهاد؟ اهلا. ازيك يا زوز؟ شو شو بيه؟ اهلا يا ابني. ازيك؟ هات اثنين ويسكي دوب للشوطة. تفتكر الحكاية هتفوت عليها يا عباس؟ وعلى ابوها كمان، دي بتحبك اكتر من نفسها. بونسوار عنايات هاني، مهلا وسهلا. بونسوار يا عباس. يا سلام يا عباس، لو تعرف قد ايه بحب عنايات شيرين، حياة قلبي. لا يا شيخ، كنت مجرش فين امبارح بالليل هالدلعاتي يا سيسوفي؟ مين انا؟ اسكتي يا شيخ، ده انا كنت في كحيم، كنت في مصيبة. بس سيبك من النمر القرعة دي. انت هتقول كنت بايت فين ولا خلي ليلتك سودا؟ اقول لك انا يا عباس. قول يا عباس بيه. انت طبعا تعرفي سناء بنت خالد سوسو. عارفاها. قدمناه يا ستي اليومين دول حته عريس، انما لقى وكل العيله راضيه عنه، انما بسلامتها وقالي في حته وجهها الفوت ما يسواش ثلاثه تعريفه. الله، مش جاب الكلام ده للبيات بره يا عباس بيه؟ افهميني بس، طول ليله امبارح واحنا سهرانين في بيت الباشا نحاول نقنعها تشيل الوده من دماغها، مفيش فايده. واخيرا فكرنا ان مفيش حد يقدر يخلصنا منه غيرك انت. وما تنسيش يا عنايات ان العريس مستعد يدفع لي 5000 جنيه لو الحكايه دي تمت. ايه رايك بقى؟ ما دام الحكايه فيها 5000 جنيه انا مستعد اطير لكم ارض. ايوه كده. قولوا لي بقى عايزين اعمل لكم ايه؟ ايوه شوفي بقى يا ستي. ولا تمر لحظه دون ان اتذكر كلماتك الرقيقه وأعيش مع خيالك في حلم من أحلام المستقبل السعيد الباذن. وإني يا موجة القلب أطبع على فمك الجميل قبلة الحب والشوق، وأرسل إليك مع النسيم المرفرف بيني وبينك أعطر السلام وأخلص التحية. يا حبيبي يا حسين، يا سلام على كلامك اللطيف. متشكرة ست هانم، ربنا يخليك. الله اخفى عليك، انت واقف هنا بتعمل ايه؟ ولا حاجة، في واحدة ست عاوز يقابل سعادة الباشا، قلت له مش هنا، قال لي طيب نقابل الست. ما تعرفش مين؟ ما قالش مين، نسأله؟ لا هقوم انا اقابلها، وروح انت اعمل قهوة. حاضر. انا هنا ماما، هو حد فيكم يغلط لحسن اقطع لسانه بالسكينة، فاهمين؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. اتفضلي. ميرسي. انا يا ست هانم جاي اتردى سعاده الباشا في موضوع انساني، ما افتكرش سعادته لما هيعرفوا هيرفضوا. طبعا بابا عمره ما يرفض حاجه فيها خير. ربنا ما يحرمنا من عطفكم يا ست هانم، الناس اللي زينا لهم مين غير ربنا والناس الاكابر والكرمه اللي زيكم. يا ستي العفو، ايه بقى الموضوع؟ معلش ما فيش لزوم اضايق حضرتك لما يجي سعاده الباشا. لا ابدا ما فيش مضايقه. هو سعاده الباشا هيتاخر كتير. جايز يتاخر وجايز يجي دلوقتي. اذا كانش يضايق حضرتك انا هقول لك، علشان اذا كان سعاده الباشا هيتاخر انا مضطره اسافر النهارده
وتبقي حضرتك تتكرمي وتكلميه بالنيابة عني. بكل ممنونية. جوزي يا ست هانم كان موظف في مصانع سعادة الباشا واترفض، واضطر علشان أكل العيش إنه يشتغل في بلد بعيدة بعيدة أوي، لا فيها مدارس عشان الأولاد ولا فيها راحة، وحتى المهية اللي بياخدها الجديدة ما حصلتش نص مهيته اللي كان بياخدها عند سعادة الباشا. وطبعا ما يخلصكيش إني أتلطم بأطفال زي دول في الغربة وأحرمهم من التعليم. مساكين. طب وإيه السبب اللي خلاه يترفض؟ والله ما أعرف يا ست هانم، قال لي إنه سبب بسيط ما يستحقش الرفض، وطبعا لازم سعادة الباشا عارف السبب. اطمني يا ست وتأكدي إني هضم صوتي لصوتك وخلي بابا يرجعوا الشغل تاني عشان خاطرك وخاطر الأطفال المساكين دول. ما تحرمش منكم يا ست هانم. الله، أهو بابا جه عن إذنك. اتفضلي. بابا اهلا 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 حبيبتي. انا شايف الوش منور والخد مورد والقاسية بعض. ميرسي يا بابا. الله، انت في عندك خد ولا ايه؟ ايوه الست جاي قصدك في موضوع مهم جدا. قصدني انا؟ خير. تفضل يا فندم. ميرسي، خليها هنا دلوقتي. وانا عايزك ترجعه باي طريقة حتى ولو كان غلطان. خلاص نرجعه تاني. هو انا اقدر ارفضك طلب؟ ميرسي يا بابا ميرسي. نهارك سعيد يا هاني. نهارك سعيد يا سعادة الباشا. هو بص حضرتك كان بيشتغل عندنا ايه؟ مهندس يا سعادة الباشا. اسمه ايه؟ حسين فهمي. هو قال لك ايه سبب خروجه من عندنا؟ ما رضيش يقول لي يا سعادة الباشا، وفهمني انه سبب بسيط وبرضه سعادتك تقدر تحافي عنه. هو اللي بعت كده؟ ابدا يا سعادة الباشا، هو ما يعلمش، وحتى لما قلت له اني جاي اترجى سعادتك هددني بالطلاق، وانا النهارده جايه من جبل عتاقه قصده سعادتك، وطبعا جيت من وراه بحجه اني حودي البنت للدكتور. طيب انا حدث الموضوع وفي ظرف يومين ثلاثه هديك الرد. العنوان ايه؟ شركه السماد المصريه اللي في جبل عتاقه. ايوه سعادتك. كويس خالص يا فندم، مع السلامه. ما نتحرمش منك يا سعاده الباشا، وخليك لينا. ما نتحرمش من الست، ربنا يخليك لينا سعاده الباشا. اتفضلك. يلا يلا اتفضلك. ليش ابدا؟ انا عارف ان الحلم الجميل اللي كنت عايشه فيه تحطم وراح وانتهى، لكن الحمد لله اللي لحقنا نفسنا قبل فوات الاوان. بس 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 انت مش لازم تعيطي، انت لازم تفرحي ان ربنا انقذك من ورطه كبيره كنت هتقعي فيها. انت دلوقتي تفتحي قلبك للدنيا، تنسي اللي فات وتخليني افرح بيك. انا من ايديك اتصرف فيها زي ما انت عاوز. طب اديني بوسه بقى بابا. انا سعيد خالص، ان شاء الله كان بكتابك على سوسو بي هيكون يوم الحد الجاي. موافقه؟ موافقه على كل اللي انت عايز تعمله. مبروك مبروك مبروك. الو، مين حضرتك؟ ايه عايز ايه وبتتكلم ليه ولك ايه عشان تتكلم؟ بس حلمك عليا نتفاهم. اصل انا يا ست خدت اجازه وسافرت للاستاذ حسين في جبل عتاقه، وجاي اطمنكم اقول لكم ان الاختراع بتاعه نجح نجاح فظيع جدا، والدنيا هناك قايمه على رجلي، ولسه رجلي نازله من القطر وبكلمكم من كابينه المحطه. ايه يا نصابين يا غشاشين يا نوسه، انت بتشخطي فيا كده ليه؟ انا مالي؟ انا الراجل ببلغ رساله من الاستاذ حسين للست سماء. ايه يا اختي ده؟ طب اسمع، تعرف تركب القطر تاني وترجع جبل عتاقة وتقول للصاحبك ان حكايته انكشفت وظهر انه متجوز ومخلف وكان بينصب علينا. الو يخرب بيتك يا حسين، بقى متجوز ومخلف من ورايا ولا اعرفش ليه. طب خلف عينك راسك وقول اديني ورقة تلغراف من ابني. ميرسي. اليوم يكتب كتاب ثناء على سوسو لأنها اكتشفت إنك نصاب عالمي ومتجوز ومخلف،
وأنا شخصيا زعلان جدا جدا، أولا لأنك فقدت حبيبة قلبك، وثانيا لأنك أخفيت عن صديقك مسألة زواجك، فأشاطرك الأحزان نبيه. متجوز؟ غريبة. صعقت لهذا الاتهام الكاذب. اعمل مستحيل لتأخير عقد القرار. حاضر بالقطار السادسة، انتظرني بالمحطة. حسين. يا نهار اسود، ده الوقت اسف قوي. اسمعوا يا جماعة، إذا عباس بيسأل عليا قولوا له ده مات وراح يمشي بجنازته. سلام عليكم. مطمئن؟ اسمعت واخد كلمة على انفراد سابا سابا اللي اتكلمته من فضلك؟ ايوه يا فندم، اتفضل في المكتب. ايه ميرسي. يا سوسي. يا ست خانم، انا خانيخ الواحد حضرتك واخد حكاية، انت هتيجي مبسوط خالص. انا هتكلم اذا كان انا هنوسة. هو انت؟ مش هطلع من هنا حالا لحسن اوديك في ده. لا اعملي معروف، خدي شوفي ده. ايه ده، انا مش عايز اشوف حاجة. لا اقريه، وبعد ما تقريه اعملي فيها اللي انت عاوزه تعمليه. واحنا يهمنا ايه من الكلام ده؟ يهمكم انكم تأجلوا الكتاب لغاية ما يجي الراجل، يمكن مظلوم. نأجله ازاي؟ ده المأزوم جاي وهيكتب الكتاب الساعة 5. يا نهار اسود، يا ليلة سودة، ده حسين هيجي الساعة 6، يعني انا لوحدي هأجل ساعة؟ مش معقول. اعملي معروف يا نوسة، ساعديني والقفة مودنيني شلوها اتنين. طيب انا هروح اسال سناء لان هي صاحبة الشقة. انت خليك هنا وما تخليش حد يشوفك. ما تخافيش، كل اللي في الحفلة دي عم. يا ضحكتي ايه خير يا عباس؟ في حاجه مهمه؟ شبايا سوس، الله الله على الجد، اللعبه هتمت بنجاح والحمد لله، وكلها ربع ساعة وحكيلها في العروسة وفلوس العروسة. ما انا عارف ان ده كل ده بفضل همتك. هو انا ناكر؟ احنا اتفقنا على شروط ولازم تتنفذ. هو انا متأخر؟ لا مش شفوي، تحرير يا حلو. مش ممكن انسى يا عباس انك انت صاحب الفضل الاول، وان عناياتي هي صاحب الفضل الثاني، لانها لو ما كانتش جت مثلت دور مرات حسين، ما كانتش سناء كانت ولا كانت حاجة تمت. كان كده انا محضر لك سنة بعشر تلاف جنيه اهو حسب اتفاقنا. نضيل عليه. حاضر يا سيدي. اتفضل. عباس، عاوزين نحترس لحسن عنايات تعرف ان المسألة فيها جواز. انت بتوصيني لك توديني في داهية. قول بس انت ما نلاقيش حد بين المدعوين من زباين كباري عنايات وتاخد خبر. عضلنا. تعالى بقى احسن المأزون قربيه. يا ولاد الهرمة، ده انتوا وقعتكم طينة. يا نهار اسود، المأذون ده. اهلا وسهلا حضرة المأذون. وسهلا بك يا فندم، عقبال البكار ان شاء الله. يسمع منك ربنا، انما يظهر بقى كتب الكتاب اتأجل لان حصل سوء تفاهم بين العروسة والعريس. ليه كفل الشر، هما لسه اتجوزوا ما هيتخانقوا. نعمل ايه يا سيدي، طلع العريس اعور. اللهم لا حول ولا قوة الا بالله. على العموم يا استاذ ما تزعلش، انت الوحيد ان شاء الله اللي هيكتب الكتاب ولو بعد سنة. مع السلامة استاذ. يا ابني سلام عليك. انستنا ونورتنا، مع السلامة. والان الى كباري عنايات. قولي من فضلك، مش ده كباري ست عنايات؟ طب ما انا عارف يا اخي وقريت في اليافطة. اللي اقول لست عنايات موجودة؟ لا الست مش موجودة. لا بقى يا نهار اسود، فال الله ولا فالك، مش موجودة ازاي؟ وانتوا مش عندكم متنين النهاردة؟ عندنا متنين النهاردة، والست ما تجيش الا الساعة 6:30. 6:30 يا نهار اسود، 6:30 ازاي؟ يا نهار اسود، زمانهم هيجيبوا مأذون. مأذون يا جدعان؟ لا مؤاخذة والنبي، اصل انا بكلم نفسي بهلوس. اللي اقول لي، انا شايف انك انت ابن حلال ولو انه مش باين. انتوا مش عندكم هنا مخزن ملابس بتاعة هدوم للممثلين؟ عندنا. يا سلام ابن حلال، ما تلحقني والنبي عليك.
عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك وألف مبروك. أهلا وسهلا. عادة مختار باشا سوسو بيه العريس. حصل لنا شرف يا سعادة الباشا. حصل لنا العريس يا سعادة البيه. تفضل يا أستاذ. زاد الله فضلكم وشكر الله سعيكم. تفضل يا أستاذ. ميرسي. سعادتك بقى وكيل العروسة ولا هذا وكيلها؟ طبعا سعادة الباشا. طيب بقى سعادة الباشا يسمع يبعت الشهود لفوق يسألوا العروسة. على عيني وراسي حاضر يا عباس بيه. خد معاك توفيق بيه واطلعوا على. تفضل يا توفيق بيه. اتفضل يا أستاذ. متشكر يا سعادة الباشا متشكر. خلاص يا نوسة ما فيش فايدة. حسين كان عندي المثل الأعلى للإنسان الكامل، لكن خسارة هدم الصورة الجميلة اللي كانت في خيالي. خلاص حسين خرج من حياتي إلى الآن. أدخل. مبروك تحية القلب الفرحان لست الحسن وقمر السماء. ميرسي يا عباس بيه. وكيلك مين بقى يا ستي؟ طبعا بابا. طيب والبابا بتاع حضرتك ماذا يسمى؟ اسمه يوسف باشا علام. عاشق لسامي سبحان علام الغيوب. طيب وجد حضرتك ماذا يسمى؟ اسمه علام باشا يوسف. عاشق لسامي سبحان علام الغيوب. طيب ووالد جدك او بعبارة اصح جد والدك؟ اسمه علام باشا يوسف. عاشق لسامي سبحان علام الغيوب. ايوه يا فندم. الهانم وكلت مين باذن الله؟ الهانم وكلت والدها سعاده احمد مختار باشا. كده على خيرة الله. ولا مؤاخذه يا سوسو بي اسمح لي كمان سؤال. المماقه بتاعه حضرتك اسمها ايه؟ اسمها جلبهار هانم. يا سلام ده اسم جميل جدا. دي لازم كانت بتلعب طاوله. وهي بسلامتها ماتت ولا بعد الشر عايشه؟ ماتت. الله يرحمها. ما تزعلش يا سعادة البيت كلنا لا. والله انت زعلتني خالص. ربنا يخليها لك. وهي المرحومة دي كان عندها كم سنة؟ ايه يا استاذ الاسئلة دي؟ لزوم ايه تخبي الكتاب؟ فعلا يا سعادة الباشا الاموات خارجة الموضوع. خلينا في الاحياء. تسمح تقولي يا سعادة البيت؟ تسمح تقولي عندك كم اخ وكم اخت؟ وما عدد الذكور وما عدد الاناث؟ انا وحيد. احسن. تسمح تقول لي انت ما روحتش كباريهات ولا اشتريتش مناديل ولا شرابات ولا تعرفش خدوجة ولا عنايات؟ انا مش فاهم المناديل والشرابات دخلها ايه هنا كمان؟ الكساء يا سعادة الباشا الكساء. ولا حياء في الدين. ولنترك كل هذا ولنتكلم في السند. سند ايه يا استاذ؟ السند يعني السيد السند. كان سيقع فني سندك. انا شايف انك بتشط كتير يا استاذ. معلش يا سعادة الباشا سيبني اشط. ده كله كويس في المصلحة. مصلحة ايه يا استاذ؟ مصلحة التنظيم. يا اخي سيبني اشتغل. انا بكتب كتاب بتاع بشوات. كتاب عمولة. كتاب اكسترا اوردونير. كتاب بتاع 10,000 جنيه. ايه؟ لا تهقب فلقد فات ما قد فات وكل ما هو ات ات. كفاية يا استاذ. احنا هنضيع لينا كده ولا ايه؟ لا يا سعادة الباشا لقد آن الأوان أن نترك هذا المكان في أمان وطمان. كيف طلع أمك؟ أنا بتشائم خالص. لا تتشائم أيها العريس المحظوظ. لقد أحضر الدفتر حالا ولا شيء يبوظ. بعد إذنكم مسألة تاخد السواق معاك عشان تيجي بسرعة. لا يا سعادة الباشا إن معي سيارة سأحضر بها أسرع من الطيارة. أوروفوار إيك فرانس. أوروفوار. اتجوز النهارده زي ما بتقول. حلو. ده انا هخرب بيته. مش بطال. انا هفرج عليه البلد كلها. تعال قوي. انا عنايات والقدر على الله. فعلا. يلا. ده كلام فارغ ده. مجنون ايه ده؟ اودي وشي فين من الناس اللي بقالهم ساعتين ومسافرين بره؟ قال ايه قال؟ نسيت الضفه. رايح نجيب الضفه. وبعدين يروح ما يرجعش. بنلعب كيكه؟ دلوقتي.
الله، حد منكم يتحرك. عباس افندي روح اتقرا من غير ما تشيل. سبحان الله العظيم. طمني يا الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. قول لي قد الكتاب كام ولا لسه؟ ان شاء الله اكون لسه. يلا اركب. مين اللي راكبه دي؟ بعدين افهمك انت. يلا انا عاوز اعرف مين اللي عمل العمله دي وعملها ليه ومصلحته فيها ايه. انت هتبتدي يا استاذ ولا هتفضل حقيقه زي التاني؟ حاضر يا سعاده الباشا، هنبتدي بمجرد ما يرجعوا الشغل. هانم وكيلة والدها سعادة أحمد مختار باشا. على بركة الله. تسمحوا لي بمنديل أبيض؟ تفضل يا أستاذ. متشكر. تفضل. قول لي سعادة الباشا، زوجني ابنتك وموكلتك؟ زوجني ابنتك وموكلتك. البكر الرشيد الآنسة سناء. البكر الرشيد الآنسة سناء. قل له يا سعادة الباشا، زوجتك ابنتي وموكلتي البكر الرشيد الآنسة سناء. زوجتك. استنى يا سعادة الباشا، من فضلك دقيقة واحدة. ايه ده يا ستي؟ هو ده وقته؟ كمل يا استاذ. لا يا سعادة الباشا، بعرفك ما كملش. ما كملش ازاي؟ ايه الجرأة بتاعتك دي؟ ادخلي لها ازاي؟ طول بالك شوية يا سعادة الباشا، دي مسألة حياة أو موت، وبعد كده اتصرف زي ما أنت عايز. أفندم، نعم، عايزة إيه؟ اتكلمي. اسمح لي يا سعادة الباشا كلمة واحدة مع سوسو بيه، وبعد كده همشي على طول. مع سوسو بيه؟ قومي يا أخي كلمها، شوف عايزة إيه؟ احنا عايزين عذر إحنا. تسمح يا سوسو بيه؟ انت حبيبتي ما تفضحينيش، بعدين هقول لك كل حاجه. حضرتك بتتجوز بنت الباشا؟ ايوه، بس فيه ظروف، لما تعرفيها هتعذريني. اتوسل اليكي ما تفضحينيش. ما تخافش، والشغلانه دي فيها فلوس كتير؟ الا فلوس ده كنز، فيه فلوس كتير قوي 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 كده. ها والعز ده هتغرق فيه لوحدك ولا؟ وده معقول يا عنايات؟ ده معقول الفلوس دي كلها علشانك انت كده؟ ايوه ده كده يا سيروح قلبك، وجع قلبك يا مجرم يا بلطجي. انت لسه عايز تخدعني يا سافر يا دون يا تعبان من غير بحر تتلم فيه؟ ايه ده يا ستي؟ ده بتعملي ده ليه؟ انت مين؟ انا عنايات القاصه يا سعاده الباشا. انا مرات سعاده البيه، وادي ورقه جوازنا من 3 سنين. انا مراته اللي ضحك عليها وبعتها عند سعادتك علشان تمثل عليك دور انها مرات حسين، وفهمني انه سعادتك تبقى جوز خالته، ودي خدمه انسانيه بيعملها البنت خالته. عارف عال قوي، يعني المسألة مسألة فلوس صيدة نهيبة. كويس قوي يا تسوبيه، ما تتكلم يا حبيبي، ما تدافع عن نفسك. هو هيقدر يرد يا سعادة الباشا؟ طبعا صيدة، لأنه مفلس وأريان، ده عايش من فلوسي وتعبي وشهاية. كويس قوي كده يا عباس افندي، هو ده العريس الهدية اللي جابه لبنتي؟ أنا متأسف قوي يا سعادة الباشا، أنا كمان كنت مغشوش زي سعادتك، ما كنتش فاكر أبدا إنه فاضي نصاب بالشكل ده. أنا نصاب يا ستي نصاب؟ طب ما دام كده انا هقول لك يا سعاده الباشا على الحقيقه. عباس ده اللي بيتظاهر لك بالاخلاص هو اول واحد يخونك ويسرقك، والملعوب ده بتاع الجواز هو اللي موضبه ومضيني قصاد كده على سند ب 10,000 جنيه. وصحيح ما صدعوش يا سعاده الباشا، مجنون مجنون. ايوه صدعه قهوه. اتفضل يا سعاده الباشا السند اهو. اسكت. عال عال قوي، حتى عباس افندي اللي كنت بحسبه مخلص ليا وبيحبني يبيعني ويبيع بنتي بالفلوس والمين؟ لسوسو اللص المستعجل. ودلوقتي انتوا مستنيين ايه؟ انا عارف. كلاب بره بيتي. يلا يلا بره بيتي. يلا بره بيتي. يلا بره بيتي. يلا بره. او النبي يا حسين. تعالى يا حبيبي تعالى. انا عاوز اعتذر لك وعاوز اشكرك انك انت خلصتني وانقذتني وانقذت بنتي من اللصوص المحتالين دول. ودلوقتي ايه طلباتك ازاء جميلك اللي مش ممكن انساها؟ يا سعاده الباشا، انا شريكه في الجميل ده، انا اللي عطلت الفرح، انا اللي عملت مأذون. انت اللي عملت مأذون؟ ايوه يا سعاده الباشا. وليا طلب بسيط خالص قبل منك.
ايه وفاء؟ اطالب القرب منك في الانسه نوسه. على عيني وفاء. يا نوسه. ايوه تعالي يا بنتي. انت غيرت رايك ولا ايه؟ لا والنبي انا رجعت في كلامي يا نوسه. ما عنديش مانع بس ناجله للسنه الجايه. السنه الجايه؟ طيب الساعه كام؟ انت بنتي فيها قريب. الله يخليك. قول لي بقى طلباتك ايه؟ طلب واحد يا سعاده الباشا، ايد بنتك الانسه سناء. انا يسعدني ويشرفني يا ابني اني اجوزها لك، لان الوقت اعتقدت اني كنت غلطان لما فهمت ان الحسب والنسب هما اهم شيء في الجواز. انا اقدرك، انا احترمك، لانك رجل عصامي، رجل بنيت نفسك بنفسك، رجل نافع للمجتمع. يا سناء تعالي حبيبتي. حسين طالب انه يجوزك، ايه رايك؟ موافقه؟ اللي تشوفه يا بابا. يا عفريتة اللي اشوفه انا ولا اللي انت شايفاه من زمان؟ مبروك مبروك يا عدد المأذون. نعم يا سعادة الباشا. شوفك شوفك جواز يا سعادة الباشا. جواز بالطبع. امال ايه جواز؟ امال ايه كيك على عالي.